مرحبا، هذا اللي عندي مجموعة فيتامينات من اي الى زد. سابقا نشرت لكم شركات واشكال مختلفة وقلت لكم انه اي شركة موجودة بالصيدلية تلقوها عادي نفس الاستخدام ونفس الفعالية. فاكثر اشخاص كتبون انه الشركة اللي نشرتها ما موجودة، فعادي اخذوا اي شركة ماكو مشكلة، اهم شيء مكتوب عليها من اي الى زد تحتوي على مجموعة فيتامينات بدائم فيتامين اي والزنك، وظائف العديدة للجسم والمجموعة فيتامينات الأشخاص اللي عندهم تعب، أرهاق، نحول، شحوب البشرة، أيضا جدا مفيد للدماغ، مفيد للذاكرة، للاستيعاب، مفيد للشعر، مفيد للمفاصل أو غيرها من الوظائف العديدة يمد الجسم بالطاقة، الأشخاص اللي يعانون من تعب أو غيرها. فمجموعة الفيتامينات جدا مفيدة للجسم، وأهم شيء لازم تركزون أنه من أي إلى زد، وإشكال الركات الموجودة عادي أخذوها أي شركة عادي. وأيضا الأشخاص اللي عندهم نقص بمجموعة فيتامينات فيحتاجون إلى علاج واحد يحتوي على مجموعة فيتامينات من أي إلى زد جدا فعالة. أما الأشخاص اللي عندهم نقص فيتامين واحد فما أنصحهم يأخذون من أي إلى زد لأن التراكيز تكون قليلة، مثلا إذا عنده نقص بي3 أو نقص بالزنك أو غيرها فيحتاج إلى فيتامين دي3 أو زنك بقوة عالية، ما أنصحه بمجموعة فيتامينات لأن تكون النسب مالتهن قليلة. وإن شاء الله يا رب صحة وعافية وتحياتي لكم.